بجد من الحاجات اللي بستغرب لها جدا، يعني هو انتوا ليه بتحبوا تلعبوا نفسكم؟ يعني ليه يكون في حاجة اسمها عيد الهلع، يعني عيد الرعب؟ ليه متعة بالنسبة لي ان انا ادخل السينما اقعد اصرخ واخاف ويجيلي شعور بالخوف واتخض واتفزز وانا بتفرج على فيلم؟ يعني انا نفسي افهمكم بصراحة. بان كاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي دينا، بقدم محتوى انمي. لو اول مرة تشوفني كمل الفيديو للاخر، لو عجبك يا سيدي ممكن تنضم لينا وتعمل سبسكرايب عشان عايزين نحقق 50,000 سبسكرايب قبل نهاية السنة. ولو عجبك الفيديو قبل ما تخرج ياريت لا تنسى ان تضغط زر اللايك. بعتذر تاني، لسه لم استعد صحتي بالكامل، ولكن احنا في الهالوين وعيد الهلع ومش عارفة ايه. بصراحة لا اعترف بهذه الاعياد، دي اعياد غربية لا تمت لينا بصلة. انا بالنسبه لي عيد الكبير وعيد الصغير ما عنديش اكتر من كده. انا كدينا ما بحبش الرعب خالص، وما بتفرجش على افلام رعب في حياتي، وعمري ما اتفرجت على فيلم رعب ولا انمي رعب ولا اي حاجه رعب، انا ما بحبوش. ولكن كنت جات في دماغي بما ان احنا في الهالوين ارشح للناس 10 انميات مرعبه يتفرجوا عليهم. بس انا ما اتفرجش على واحد بس، انا اتفرجش على واحد بس وما كانش رعب قوي يعني. فاستعنت باصدقائي قلت لهم هم اللي يرشحوا لي انميات ارشحها للناس، مع اني ما بحبش الكلام ده، لازم اشوف شفت الانمي بعيني واتاكد منه. ولكن قلت لهم تعالوا رشحوا لي انميات، 10 انميات مرعبه يعيشوا بيها فايبس الهالوين والرعب والهلع المقرف اللي هم بيحبوا يعيشوه ده. ما اعرفش انتوا بتحبوا تعيشوه ليه بصراحه، واشوف الكلام ده هشوفه معاكم. انا اول مره اشوف الانميات دي، وهل ممكن في انمي منهم يشدني اتفرج معاكم عليه ولا لا؟ ما اعرفش، تعالوا نشوف. الانمي اللي انا هرشحه ده انا ما شفتش الانميات دي يا شباب، فممكن تكون غير هي بصوا كده كده كل اللي هقوله غير مناسب للاطفال، محدش يفرج الاطفال على رعب وقرف لو سمحتوا يعني، يا ريت. فكل اللي جاي ده غير مناسب للاطفال، فممكن يكون في مشاهد كده او كده، فانا بخلي مسؤوليتي لاني انا لم اشاهد هذا هذه الليسته كلها تقريبا، ما شفتهاش ما عدا انمي واحد. فانا هتاكد من الانمي ده فيه مشاهد او لا معاكم دلوقتي. يعني في مثلا هنبدا على طول باول انمي اسمه ذا هيل جيرل، او ده اسمه بالياباني. القصه بتاعته بتقول ان في منتدى على الانترنت اسمه منتدى الجحيم، ممكن تدخل اليه بعد المنتصف الليل، ولو كنت بتحقد على شخص ما هتحط اسمه هناك، هتيجي بنت جميله اسمها فتاه الجحيم وتنتقم لك من هذا الشخص. جيجي مؤلف جوجيتسو. اسم فتاه انما هي عادة فتاة هادئة، ولكن عند وجود زبون للانتقام تتحول إلى فتاة الجحيم القاسية. ولكن هناك شرط، أن تنتقم له إما لازم يوفي بالشرط ده، هو أن يذهب أي هو أيضا للجحيم بعد موته. كنسل امسح يا عم، القصة حلوة بصراحة، القصة يعني مشوقة جدا. فكرة ان انت تكتب سبب الانتقام، وهو ان انت لما تنتقم هتروح للجحيم انت كمان، ده يعني عايز اكيد عايز الانمي يقول لك الانتقام وحش يعني. فهنشوف تصنيف الانمي. للاسف هو يحتوي على العديد والعديد من المشاهد الغير لائقه، طبعا اكيد مشاهد مخيفه وصادمه وعنف ودمويه والفاظ نابيه، يعني هو كله احمر. فانا للاسف مش هعتمد هذا الانمي رغم اعجابي الشديد بالقصه. لغايه دلوقتي لسه عايزه، عندي حلم بصراحه احققه، ان انا اتفرج على الانمي خالي من اي لقطه وحشه. ده بجد نفسي يعني، حد ابلكيشن يعني موقع اي حد يعمل لي الخدمه دي يعني هبقى ممنونه بصراحه. لان في انميات كتير قوي قوي ممكن اتفرج عليها لكن تحتوي على بعض اللقطات فانا مش هتفرج. الانمي اللي بعد كده اسمه شيكاي، مش عارفه الاسم ده يعني النطق ده صح ولا لا، انا كده كده مش يابانيه. النطق الصحيح شيكي، ولكن تعالوا نشوف ايه القصه بتاعته بتقول ايه. الحياة الشعرية متواضعة في بلد مش عارفة ايه، مكان بسيط كل الناس عارفين فيه بعض، ومع ذلك بتحصل مأساة لما تموت فلانة. هي فتاة صغيرة عندها تطلعات عالية بشكل غير متوقع وبسبب مرض محدش عارف هو ايه. بقى خلال شهر الصيف بتظهر عدد من الوفيات كتيرة جدا بنفس الشكل، بيبدأ طبيب المدينة وان في حاجة اكبر من مجرد مرض يعني ماشي. فبيجمع شوية ناس وبيروحوا يكتشفوا في سر غريب بيتعلق بالعائلة الجديدة في قصر كانسياما أو حاجة زي كده. يحتوي على بعض المشاهد الغير لائقة، خفيف، أنمي سلير بيقولك إن هو خفيف، ممكن أشوفه ده، ممكن أشوفه. هو تقريبا 22 حلقة، حلوين لزاز حلو، ده ممكن أشوفه، حاسة إن هو الموضوع مش كبير. الأنمي اللي بعد كده اسمه جوست هانت، هنشوفه، هكتب على طول معاكم ونتصرف ونشوف أعمل إيه. جوست هانت ده بيقول لك لا يعني ما نكتبش خمسة يعني 25,000 سطر. طيب أثناء وجودها في المدرسة تحب مش عارفة مين وأصدقائها تبادل قصة الأشباح. هي بتبدأ كده يقعدوا يهزروا في الأشباح وبعدين حاجة تلبسهم ويجوا يعيطوا. على ما يبدو هناك مبنى مدرسي مهجور،
كالعادة، وهو مركز العديد من القصص الأشباح. خلال القصة قطعتهم شخصية ذكر غامضة، تبين أن الشخص ده مش عارفة مين، عنده 17 سنة ورئيس شركة شيبويا للأبحاث النفسية. تم استدعائه من المدير عشان يشوف المبنى المهجور ده أخباره إيه. في اليوم التالي في طريقها للمدرسة مرت مي بمبنى المدرسة. أثناء فحص كاميرا غريبة رصدتها بالداخل، تفاجأت مش عارفة مين، تدخلت مي في التحقيق وكسرت الكاميرا. المهم يعني هو مي والواد اللي هما استأجروها دول هيشوفوا المبنى المهجور ده فيه إيه. شكله لطيف، لا يحتوي على أي مشاهد غير لائقة. ده جميل، ده هنتفرج عليه أخيرا، هتفرج عليه بدل ما فيش أي مشاهد معايا. أوكي، في أنمي اسمه إيتو جوناي جونجي كوليكشن. أيوة، ده بتاع مين بقى حضرتك؟ ده بتاع مؤلف الرعب الغير طبيعي اللي كان عامل أوزوماكي. ما بحبوش بصراحة، كنت متوقعة أوزوماكي يتحط في القائمة هنا، بس أنا شطبت عليه لأن أوزوماكي ده أنا مش هشوفه ومش هرشحه لحد، أنا مش ناقصة أتعب نفسي. يعني بص، هو في رعب ماشي بعدي لك الرعب، لكن تتعبني نفسيتي شكرا. في ضوء النهار وفي جوف الليل تنتظر أهوال غامضة في أحلك الظلال في كل زوايا. استرخ في حالة من الرعب بينما تتكشف حكايات مروعة عن رعب لا مثيل له. حكايات مثل حكايات نحت مش عارفة مين الملعون، روح جذابة عند مفترق الطرق الضبابي، بزاقة تنمو داخل فم فتاة، المجموعة ليست لضعاف القلوب. ما مش هتفرج على القرف ده، انا مش هتفرج على، هو مفهوش المشاهد الغير لائقة قليلة. انمي اسمه يامي شاباي او شيباي. اوكي، راوي غامض لقناع اصفر بيظهر عند الغاصق، بيتجمع الاطفال وبيقرأ لهم حكايات شريرة مستوحاة من الاساطير اليابانية. ماشي، هل في مشاهد غير لائقة؟ لا مفهوش مشاهد غير لائقة. طب ليه الرسم؟ يعني ليه يعني انت، انا عارفة ان انت عايز تدخلني في حالة من الرعب، ليه القرف ده؟ يعني ليه الرسم يبقى عامل كده؟ رسم وحش جدا، لان انا بحب الاساطير اليابانية بس مكنتش متوقعه ان الرسم وحش كده. الانمي اللي بعد كده اسمه اجين او مش عارفه، بس ده من اول ما بدات الانمي زمان في حد رشحهولي، بس انا مش فاكره هو مين، وحطيته فعلا في القائمه اللي انا عايزه اشوفها بس اتمسحت فما رجعتوش تاني. كان عندي مشكله معاه ان هو سي جي اي والتحريك كله سي جي اي، بس هو كان بيتقال ان هو رعب وفي حاجات كده مش عارفه بصراحه هشوفه ولا لا، بس تعالوا نشوف القصه بتاعته. دول البشر المخلدون اسمهم اجين، ظهروا لأول مرة قبل 17 عام في أفريقيا. قد يستخدمون قوتهم في الشر وكانوا غير قابلين للتدمير. فالبطل بتاعنا بيدرس عشان يبقى صح يصبح طبيب، وهو طالب في الثانوية العامة، يعرف القليل جدا عن أجين ولم يشوفهم قبل كده. أيوة، ايه المشكلة يعني؟ هو قصته ايه؟ الواد البطل هيتحول لأجين بقى وهيطلعوا عينه. أيوة ماشي اوكي. هل في مشاهد؟ لا يوجد فيه مشاهد. اوكي ده ما فيهوش مشاهد. تمام، التحريك بيوجع عيني والله، السي جي اي ده بيوجع عيني، ما بحبوش يا جماعه. يعني انت عارف، بص ممكن انت لما تتعود على الرسم في اول كده، زي كايجي برضو، ناس كتير قوي ما بتحبش كايجي عشان الرسم بتاعه وحش، بس انت متعود عليه بتاخد عليه. فانا ده هحطه بصراحه في القائمه اللي انا عايزه اتفرج عليها. اوكي، ترشيح حلو. ماشي، الانمي اللي بعد كده اسمه دارك جاذرينج. انجذبت الارواح دائما الى مش عارفه مين بسبب حضور الروح القوي، وقد تتسبب المواجهة المؤلمة مع أحدهم في لعن يده اليمنى مما أجبره على ارتداء قفاز. معلش، هو طالب جامعي جديد يحاول يعيش حياة طبيعية قدر الإمكان، وعنده صديق طفولة أصبح مدرس خاص نظرا لأنه في قمة فصله الدراسي مش عارفة إيه كذا. واحدة عنده بتعرف تشوف الأرواح وهو هيقابلها. منذ أن أدى حال مقتل والديها بقت تشوف الأرواح، الروح القوية اللي خطفت، عايزة تدور على روح اللي خطفت والدتها. اوكي، فبتروح له عشان هو الارواح بتنجذب له. هنشوف. اوكي تمام، فيك مشاهد وحشه ولا لا عشان ما نتخانقش؟ ما فيهوش مشاهد وحشه. ايوه ماشي، نشوفك يا حبيبي. ماشي، ما عنديش مشكله. الانمي اللي بعد كده اسمه بلاد سي، مش مطمني. اوكي، تتحدث القصه عن منطقه في اليابان توجد في اعلى مش عارفه ايه، فيها شخص اسمه ايه، عنده بنت اسمها ايه، بيقوموا بطقوس دينيه، وبعدين بيحصل فيه هجوم من وحوش، هي بتعرف تقوم تصد الوحوش دي عشان الوحوش دي بتقتل البشر. فامها كانت زي طلع لامها يعني، فاقسمت ساية على اكمال عمل امها، وبتحاول ان هي تفوت الوحوش دي. قصة عادية مفيهاش اي حاجة. هل في مشاهد غير لائقة؟ خفيف ماشي، في عنف ودموية والكلام ده كله. تعالوا نشوف كده حتة منه. Oh.
هزم. يعني اللي رشح لي ان يكتب لي حاجه زي دي اكتبها لي ليه؟ ايه بلاد فيد بقى ده؟ ايه القرف ده؟ مش هشوف انا الكلام ده، انا مش هشوف الكلام ده يا جماعه. انتوا بتشوفوا ليه الكلام ده؟ بتعملوا في نفسكم الكلام ده ليه؟ والله العظيم غلط. في انمي اسمه كاجاويني، كاجاويني حاجه كده، كاجي ويني، ماشي مش مشكله. بصوا يا جماعه ما نكونش دعوه بالاسماء. 13 حلقه. يحاول مدون فيديو تزييف مشاهد خفيه لتعزيز ارائه، لكنه يحصل على اكثر مما كان يساوم عليه عندما يذبح وحش حقيقي تقيمه. في اماكن اخرى يجد الطلاب انفسهم مفترسين من قبل وحش شبيه بالديدان الرمليه، مما يؤدي الى صراع يائس من اجل البقاء في ارض مدرسته. اوكي في مشاهد؟ لا مفيش مشاهد. اوكي. هو ايه انتوا بترسموا بايه يعني؟ هو ده قص ولزق، ده حرفيا قص ولزق اللي كنا بنعمله في حصه الرسم. لا مش هتفرج على انميات بصراحه، يعني انا كده كده مش من محبيه الانميات دي، وطريقه الرسم دي انا مش مستمتعه بيها بصراحه. ده انمي هو انا قلته لك، لو عايز تتفرج عليه مكتوب في انمي سلاير ما فيهوش اي لقطات خارجه، فاتفرج عليه براحتك. انا هتفرج عليه. لا اخر انمي معانا اناظر. يا اختي الحمد لله يا ربي، الحمد لله والله، وعملوها الرجاله. اناظر انا شفته. اصلا انا شفته وبرشحه، هو ما فيهوش اي لقطات خارجه، ماشي لطيف جدا. بيتكلم عن مدرسه بتحصل فيها لعنه، الفصل موجود ماشي، اللعنه دي بتحصل كل سنه في المدرسه، فلازم ياخدوا اجراءات معينه عشان اللعنه دي ما تتكررش وكل الفصل يطير. طيب انت دلوقتي سامع ان المدرسه دي فيها لعنه ماشي، تروح تودي ابنك فيها عادي جدا في اليابان؟ عادي عندهم لعنه، اودي ابني عادي، دي المهم اهم حاجه الدراسه، ابني ما يغيبش عن المدرسه، لعنه ولا مش لعنه مش مشكله. المهم الطالب الجميل بتاعنا البطل بتاعنا بيروح، وبيبقوا شاكين في شخص بنت حاطه حاجه على عينها ان هي سبب اللعنه دي، فمحدش يتكلم معاها ولا يتعامل معاها بحيث ان اللعنه ما تسيبش الفصل. ولكن هو بيكتشف حاجات تانية كتير، وبيكتشف مين سبب اللعنه الحقيقيه، في بلوت تويست في الاخر. انمي جدير بالذكر قبل ما اخلص هو هيلسينج. انا شفت اول 3 حلقات، هم تقريبا 8 او حاجه كده، حلقه نص ساعه. يعني انت عايز برضو تتفرج عليه وبتحب الحاجات الجميله دي في الهالوين والقرف ده، اتفرج على هيلسينج يعني جامد. اول 3 حلقات كنت هرجع من كتر الدم اللي بيطرطش في وشك من الموبايل. يعني تتفرج على التلفزيون دم وخلاص بلا هدف بلا سبب. شخصيات فيه حلوه، اول 3 حلقات شدتني فيه كذا شخصيه، لكن بصراحه ما قدرتش اكمل عشان صحتي النفسيه، يعني انا ما بحبش الكلام ده. بس انت لو عايز تتفرج في الهالوين وتعيش ده جو الهالوين والرعب الجميل اللي انت بتحب تعيشه، اتفرج على هيلسنج يا عم وابعد عني بصراحه. اخيرا وليس اخيرا، يعني ملناش يا جماعه نعترف بالاعياد اللي هي جايه على مجتمعنا الغريبه دي، وملاش نشجع حاجات زي دي. انت دلوقتي بتتفرج على الانمي عشان تستمتع صح؟ انت بتتفرج عشان تستمتع، تضحك تعيط، حتى لو عايز تعيط شويه تشوف مغامرات حماس مش عارف ليه تشوف حد بيتقطع ويتعمل كده، ايه الممتع برضو؟ معرفش، احترم الناس اللي بتحب النوعيه دي من الانميات. فعشان كده رشحت لكم. هل انا هتفرج على الكلام اللي انا قلت لكم هتفرج عليه؟ 99% لا، بس يعني هو بحاول ان انا اعيش معاكم الاجواء بتاعت الهالوين والرعب والكلام ده، فقلت ان انا هتفرج عليهم، بس نسبه كبيره لا. انا اكتفي جدا بالاناظر وتوكيو جول، والله العظيم توكيو جول يعتبر رعب. افتح كده توكيو جول واتفرج عليه، يعتبر رعب وجميل جدا. وبكده يكون الفيديو بتاعي النهارده خلص، ولو مكمل معايا لغايه دلوقتي اشكرك جدا جدا. واسالك سؤال لو سمحت، هل بكل امانه هل عملت سبسكرايب؟ عملت؟ انت راجل جدع. ولو ما عملتش انت راجل جدع برضو. اللي عايز يعمل سبسكرايب يعمل، واللي مش عايز يعمل انا بهزر يا جماعه عادي. وما تنساش زر اللايك قبل ما نقفل الفيديو، وان شاء الله اشوفه فيديوهات تانية كتير. باي.